وأولياء الدم هم الذين لهم الأمر في الإفراج وعدم الإفراج، وليس لرئيس حكومة ولا رئيس مجلس قضاء ولا لمحكمة عليا ولا لغيرها. والله هذه أحكام لا تساوي شيء في شرع الله، وأصحابها سيسألون ويقادون بالحبال ويقادون يوم القيامة بالسلاسل، وأولياء الدم سيخاصمونهم، ويأتي المقتول يشخب دمه ويقول هذا قتلني وهؤلاء أبرأ القاتل، سيفعلون بهم ذلك. هذا أمر لا بد أن ينتبه إليه كل من سعى في هذه المسألة، وعليهم أن يكفروا عن سيئاتهم ويصلحوا الأمر، وعليهم أن يرفعوا الظلم عن المسجونين في السجون التي ذكرتها. هناك مئات من الناس غافلون عنهم، كيف يغفلون عنهم وينتبهون لرئيس دولة كان يعني مستبد في البلد والجرائم ثابتة عليه؟ هذا يعني يطلقون سراحه، وأولئك المظلومون المقهورون الذين لم يرتكبوا جريمة ولم يرتكبوا إثما يعذبون ويسكتون عليهم ويعلمون أنهم في السجون. أنا أطالب المسؤولين جميعا في الداخلية وفي العدل وفي النائب العام ورئيس الحكومة، أطالبهم أن يعقدوا مؤتمر صحفي ويبينوا لنا قوائم المسجونين في سجن معتيقة وفي سجن مصراتة وفي سجن الكويفية وفي سجن غرناطة وفي سجون هذه، قوائم بالأسماء الذين لم يحالوا إلى محاكمة، مظلومون 5 سنوات يعذبون ولم يتكلم عنهم أحد. هذا واجبكم، والله هذا في أعناقكم، هذا مقدم على أي عمل آخر تعملونه، أي عمل آخر ولو كان صالحا هذا مقدم عليه. رفع الظلم مقدم على أي عمل يعمله يعني أي إنسان مسؤول في الدولة، وإلا فإن الله عز وجل يعني سيجازيه، وجزاء الظلم ليس في الآخرة فقط بل في الدنيا أيضا، يعني سيناله ما ينال هؤلاء المظلومين فيه أو في أولاده أو في أسرته. فعليهم أن يتقوا الله ويخافوه، وإذا أرادوا من هذه الدولة أن تقوم وأن يعني الله عز وجل يكتب لها النجاح، فلابد أن يتعاونوا جميعا ولا أستثني منهم أحدا.